أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، وما زلنا نتواصل معكم في حلقة هذا البرنامج اليوم في هذه الأيام المباركة الطيبة. أدعو الله عز وجل في هذه الأيام الطيبة المباركة التي تفتح فيها أبواب السماوات أن يفرج الله كرب كل مكروب، وأن يسد دين كل مدين، وأن يهدي كل ضال، وأن يتوب على كل عاصي، وأن يتوب علينا جميعا، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات. رب العباد ولي ذلك والقادر عليه، وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الشدائد دائما للكبار، والكبار يضربون الأمثال دائما في قضية الصبر على هذه الشدائد، ثم يأتي فرج الله سبحانه وتعالى. أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم لما ذهب إلى مصر وأهدي هاجر، هاجر هذه كانت من سلالة ملوك دالت دولتهم، والأيام أغيار، يعني هي ليست أمة كما يقال في التاريخ أو بعض كتب التاريخ، هي سلالة بيت ملوك، ولكن دالت دولتهم، وسبحان الله أخذت سبيا إلى قصر الملك أو قصر الفرعون. فرجع أبونا إبراهيم بهاجر، وكانت سارة الحسيبة النسيبة الشامية لم تنجب لإبراهيم، وقد كبر سنه وكبر سنها، ولكن الله عز وجل من على الخليل أبي الأنبياء بأن حملت أمنا هاجر وأنجبت له إسماعيل. يبدو أن يعني في حتى فيما نسمع من قصص أن يكون زوجة لا تنجب، ويتزوج زوجها عليها من أجل إنجاب مثلا، فتنجب الثانية، فإذا بالأولى سبحان الله من فضل الله تحمل وتنجب أيضا. يبدو أن يعني جينات الغيرة تشتغل، فدي بتدفع الكروموزومات وتدفع سبحان الله، ولكن هي أولا وأخيرا أقدار الله عز وجل. فكما أن هاجر أنجبت إسماعيل بفضل الله، إذا بسارة تنجب سبحان الله إسحاق. فيعني سبحان الله العظيم في إسماعيل قال الله عز وجل يعني وبشرناه بغلام حليم، أما في إسحاق قال ربنا وبشرناه بغلام عليم. سبحان الله، فرق بين العلم والحلم. جد اليهود إسحاق وصف بالعلم، وجد العرب إسماعيل وصف بالحلم، بس في نقطة، العلم ليس خيرا كله، فالعلم بلا أخلاق يصير تدميرا. علم بلا أخلاق هيروشيما وناجازاكي، علم بلا أخلاق طائرة بدون طيار تدك وتمحو القرى من على وجه الأرض، علم بدون أخلاق يجرب الأدوية الجديدة على المساكين والفقراء في مجاعات أفريقيا والمنبوذين هنا وهناك. سبحان الله، علم بلا أخلاق يعني الدول الكبرى تلقي في البحر المواد الغذائية جزء البطاطا والزبدة، سبحان الله العظيم، لكي لا يهبط سعرها. دولة منتجة للأغنام قتلت 70 مليون رأس غنم لكي لا يعني يهبط سعر اللحوم في العالم، والناس لا تجد الخبز. هذا هو العلم بالأخلاق، لكن الحلم كله أخلاق. والحليم وردت في القرآن 8 مرات، 12 مرة، 8 مرات صفة لله سبحانه وتعالى من صفاته العلى وأسماء الحسنى، وأربعة، 2 لإبراهيم، واحدة لإسماعيل، واحدة إيه لشعيب، إنك لأنت الحليم الرشيد، وبشرناه بغلام حليم، هذه لإسماعيل، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، هذه لإيه لإبراهيم. المهم، سيدنا إبراهيم أخذ رضيعه إسماعيل وأمه هاجر زوج الخليل،
وذهب بهما إلى مكان بلقع صحراء مكة الشاسعة المترامية الأطراف، وقال قولته الشهيرة: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. والعجيب، وهذا الكلام في اليقين في دروس الفرج بعد الشدة، أنا لما أقول أنا أسكنت ابني في المنطقة الفلانية، ما أنت تفهم؟ ماذا تفهم أنت؟ يعني جبت له بيت عبارة عن أربع غرف، أربع جدران وسقف، يعني هذا هو السكن، هذا هو السكن. أما أن آتي لولدي وأتركه في البر أو في البحر أو في الصحراء وأتركه هكذا حتى لا خيمة ولا إيواء ولا كرفان معين ولا سبحان الله العظيم، وأقول أنا أسكنت ولدي، يتعجب من الناس كمان: كيف أسكنته؟ أين السكن؟ نحن لا نرى سكنا. لكن السكن هو سكن القلب، طمأنينة القلب، راحة القلب. سبحان الله، أن يلوذ الإنسان بربه، أن يتعوذ أو أن يعني يلوذ إلى 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 المأمن الحصين وهو رب العباد سبحانه وتعالى. فأنت إن كسبت جانب الله فما خسرت شيئا، وإن خسرت جانب الله ما كسبت شيئا، ولو كسبت كل شيء، لو خدت كل شيء ولكن لم تكن في جنب الله سبحانه وتعالى، العاقبة وخيمة. سيدنا إبراهيم: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. العجيب كما قلنا من قبل، الحضارات الثلاثة التي عايشها الخليل تركها. كيف يعني؟ في حضارة الرافدين في العراق، سيدنا إبراهيم عراقي ولد في العراق، وبعدين عاش في الشام، حضارة الشام الكبرى، وبعدين ذهب إلى مصر، حضارة الفراعنة الكبرى. دي ثلاث حضارات. ترك هذه الحضارات التي درسوا لنا ونحن أطفال أن الحضارات تنشأ على ضفاف الأنهار. طيب سيدنا إبراهيم قلب هذه الميزانية، هذه النظرية، وذهب إلى وادي أجرد من كل شيء، صحراء لا ماء لا ظل لا ثمر لا شجر، وادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ليه يا خليل عملت صلاة هذا؟ ربنا ليقيموا الصلاة. يا الله، طب ما يقيم الصلاة في أي مكان؟ لا، إقامة الصلاة شيء وأداء الصلاة شيء آخر. نحن نؤدي الصلاة، يعني نؤدي الصلاة؟ يعني لما الظهر يؤذن نصلي، المغرب يؤذن نصلي، العشاء نصلي، لكن بعد الصلاة نفتري ونغتاب وننم ونظلم ولا نتقي الله ولا نكون أمناء في الكلمة ولا أمناء على المال ولا أمناء على الأولاد سبحان الله. فهذا أداء الصلاة. أما إقامة الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فرب العباد سبحانه وتعالى جعل الخليل يترك ولده الصغير وأمه هاجر في هذا المكان البلقع ليثبت لنا إبراهيم أن الحضارة لا ما ينشأ على ضفاف الأنهار، لا، الحضارة ما ينشأ في قلب العبد من طمأنينة، في قلب العبد من توكل. ولذلك تسأل أمنا هاجر زوجها الخليل: الله أمرك بهذا؟ سبحان الله، الله أمرك بهذا؟ لم يذكر التاريخ أن أو كتب التاريخ أن سبحان الله العظيم هاجر لاحقت زوجها إبراهيم بالأسئلة: إلى أين نذهب؟ إلى أين نذهب؟ إلى أين نذهب؟ إلى لعبته سبحان الله، أخذها من الشام إلى الكعبة، إلى البيت الحرام، وإيه تركها هناك. سألت سؤالا: الله أمرك بهذا؟ قال لها: نعم. فلما علمت أن الإجابة نعم، وأن الله هو الآمر، وأن هذا أمر من الله لا تدخل للعبد فيه، قالت: إذن لن يضيعنا. هذا هو الفرج، الفرج الحقيقي، أن يكون الإنسان قابعا في محضن الرحمة الإلهية. قالت: إذن لن يضيعنا، لن يضيعنا. عندئذ جاء جبريل ولمز الأرض، أو همز الأرض بجناحه، ونبعت بئر زمزم، وصارت حضارة كبرى بعد ذلك توارثتها بعد قبيلة جرهم، وتزوج منهم إسماعيل، وإسماعيل أنجب ثم أنجب ثم أنجب ثم أنجب أحفاده وأحفاده، إلى أن وصلنا إلى خير حفيد الله وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. امتلأت هذه الأرض بالحضارة وبالخير وبالخير العميم. لماذا؟ لأن الخليل وزوجه هاجر
وابنه إسماعيل سبحان الله العظيم صبروا لما أريد بهم، وعندئذ جاء نصر الله ليس لهم وحدهم وإنما لذريتهم. اللهم فرج كرب المكروبين يا رب، وسد دين المدينين، واشف مرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.